إذا نكمل مع عملية create a new model على أساس يكون عندنا plank or grids or steel deck. أوكي. العملية هي إحنا تعرفنا عليها سابقا في عملية إنشاء model جديد. إذا هذه الوظيفة اللي هي عملية create a new model راح أبدي أنقلها إلى الفورم الآخر طبعا. لكن قبل ذلك إيش أنت في الأساس تحتاج؟ مبدئيا تحتاج انه انت تقوم بتعريف كائن من ماي ساب مودل. احنا في الاساس هذا هو الكائن عارفينه. ابدا اعكس هذا الكائن واقوم بتعريفه هنا كمتغير. اوكي جيد. وفي الكونستراكتر لازم انه ارسله كساب مودل. اوكي خلي يكون عندنا بهذا الشكل في الكونستراكتر عفوا. ياب اتس ان كونستراكتر في الكونستراكتر في مشيد الفئة. اوكي في مشيد الفئة فاحنا نحتاج الى ارسال الاي تابز. اوكي ساب مودل. ايش المشكلة هنا عندنا؟ خلينا نرجع خطوة الوراء. جيد. ناخذ هذا كترل سي نضع هنا كترل في ونعطي underscore. اوكي اذا هنا راح ابدا اقول له this. اوكي وبنفس الوقت اقوم بانشاء كائن جديد من main. main راح تكون عندي main. اوكي بنفس الوقت ابدي اعرف اقوم بارسال المين على اساس تكون عندك main. اوكي ثم بعد ذلك this for sub model راح يكون عندك underscore underscore بالنسبة للماي ساب مودل ونفس الكلام this dot main راح تكون عندك مساوية للمين. جيد. الآن بالنسبة للإيفنت الرئيسية اللي موجودة عندي نعطي تسمية لهذه الكائنات. هذا راح يكون عندك btn empty. اوكي وهذا يكون btn grids وهذا btn steel deck. اوكي steel deck جي. نعمل الايفنت الخاصه فيهم. هذا راح يكون عندك asynchronous بطبيعه الحال. هذا ايضا راح يكون عندك asynchronous. جيد. وهذا ايضا راح يكون عندنا نفس الكلام asynchronous. الآن نرجع على الوظيفة مالتنا. بالنسبة للوظيفة مالتنا اللي احنا عملناها هي عبارة عن انشاء مشروع فارغ. اوكي احنا نحتاج الى انشاء ثلاث مشاريع رئيسية او ثلاث وظائف رئيسية. ابدي اخذ نفس الوظيفة اللي هي عملية recreate new model. هذا الامتي model اخذها بهذا الشكل. اخذها كترل اكس و ارجع مرة اخرى على النيو مودل واضعها هنا بيست. هذه النيو مودل مثل ما تلاحظ. لكن في الاساس مثل ما تلاحظ تحتاج انه انت ايضا تقوم بارسال الماي اي تابز اي تابز اوبجكت. اوكي تحتاج انه تقوم بارسال الماي اي تابز اوبجكت ايضا بنفس الطريقة السابقة. لو ترجع عليه احنا قمنا بتعريفه هنا للاي تابز اوبجكت. ارجع على النيو وأبدي بتعريفه بهذا الشكل ثم بعد ذلك أرسله عن طريق الكونستراكتر. أوكي هنا أندرسكور بهذا الشكل. جيد. ثم بعد ذلك this dot my etabs objects راح يساوي لك etabs objects. جيد. بالنسبة للريت هو مجرد متغير نعمله على اساس يكون عندك فيلد انتجر بالجزء العلوي. اوكي وبالنسبه للستيت ايضا نعرفها على اساس تكون عندك بوليان في الجزء العلوي. اوكي جود. الان نرجع على الوظيفه مالتنا اللي احنا وضعناها في النيو مودل. الوظيفه اللي احنا وضعناها هنا طبعا عفوا. اوكي هذا الايفنت ابدي اخذه كله اخذه كترل اكس. اوكي ولكن
أبدي أمرر عملية إظهار الفورم مالتي. أوكي، الفورم مالتي في الأساس موجود عندي add forms new model new model the new from new model. أوكي، وبعد ذلك راح يكون عندك new model dot show. أوكي، نستخدم الشو ليس الشو دايلوج حتى نضمن عملية التحرير أو الدسبوس بشكل تلقائي. عموما راح نبدي نمرر إيش، نمرر التفاصيل مالتنا اللي هي الماي اي تابس أبجكت، نقوم بإمرار الفورم أيضا ما ننسى حتى يبدي يستخدمه هنالك. في الأساس حتى الفورم يعني أنت ما تحتاجه، ولكن ربما إذا أردت إنه تعمل تحديثات مباشرة على الجي أي ضمن الأبليكيشن فأنت أكيد راح تحتاج المين. أوكي، ولا في الأساس إحنا مبدئيا الآن ما راح نبدي نحتاجه خلال هذه الخطوة. إذا راح أبدي أمرر الماي ساب مودل then this باعتباره إنه هو المين، ثم my e-tabs object مثل ما تلاحظ تتعرف عليه بشكل تلقائي باستخدام الـ AI technology. أوكي، إذن الآن مررنا كل هذا الكلام، أرجع على new مالتي وأبدي أدخل على الـ btn blank وأضع كترل v مثل ما تلاحظ create new model. في الأساس مثل ما تلاحظ إحنا نحتاج إلى المين، يعني نريد نغير في الـ GI. إذن main dot txt states وعلى البروجريس بار ايضا. اوكي، ايضا هنا تحتاج الى عمليه تغييره. نرجع على المين ديزاين، اروح على الريدي والستاتس بار واقوم بتغيير الموديفايرز وابدا اعملها على اساس يكون عندك بوبليك. جيد، انا راح يبدي يتعرف عليهم المفروض انه يب جود. اذا نفس الكلام نفس المضيفه بالضبط create empty model باعتبار انه احنا empty model، اذا راح يبدي يشتغل على اساس يكون عندك empty model. جيد، ابدي اخذ هذه الوظيفه او في الاساس خلينا انشئ الوظيفه الجديده. الوظيفه الجديده مالتي راح تكون انشاء على اساس يكون عندك grids. اذا ابدي اخذها كترل سي، وضع بالاسفل كترل في. اوكي، هنا create خلي يكون عندنا comment grids model. إذن خلي يكون grids model والreference مالتي نفسه، الانيشياليزي new model نفسه، لكن بدل ذلك راح يكون عندك grids new grids only، وأبدي بإمرار إلها إيش، بإمرار إلها مجموعة المتغيرات. طبعا انا ما اقدر انه امرر هذه المتغيرات بشكل مباشر هنا لان انا داخل السينكرونس ميثود، اذا راح ابدي ادخلها من هنا. طبعا كل المتغيرات هي عند فقط النمبر اوف ستوريز هي تكون عندك دبل، البوتوم ستوري يب نمبر اوف ستوري في الانتجر، الباقي راح يكون عندك في الدبل، عدد نمبر اوف لاينز ان اكس. اذا خليني ابدي امررها واحده واحده. راح تكون عندك number of the as integer number. Okay, number of story. Okay, then integer عدد الستوري. ايضا ابدي يعني امرر number of lines in x. اوكي، وايضا انتجر للنمبر اوف لاينز ان واي. ذن ابدي امرر له دبل يب النمبر اوف ستوري، الستوري هايت ستوري اور في الاساس التيبيكال ستوري height height yup then double bottom yup bottom story okay height height وبعد ذلك ايش ابدي امرر له. وصلنا الى عدد الاكس في الواي وفي الاكس وفي الواي ونمبر اوف ستوري.
تبيكال ستوري هايت والتبيكال ستوري. إذن الآن بقت عندنا فقط السبيسينج. إذن دبل بالنسبة للسبيسينج سبيسينج في الاكس, ودبل بالنسبة للسبيسينج في الواي. يب إذن لازم أمرر كل هذا الكلام هنا. أوكي إذن خلينا نمرر بشكل مباشر في الترتيب. أول شيء يحتاج إلى number of stories. إذن راح أبدأ أمرر number of story. بعد ذلك إيش يحتاج؟ يحتاج إلى typical story height. إذن أمرر له typical story height. يحتاج إلى bottom story height. أبدأ أمرر له bottom story height. بعد ذلك number of lines in x and number of line في الواي. إذن number of line في x و number of line في الواي. أوكي يب هنا البوتوم ستوري هايت جيد. بعد ذلك نحتاج إلى السبيسينج بالإكس والسبيسينج في الواي. أوكي جيد. إذن هذه كل هذه المتغيرات لازم نعطيها بشكل مباشر أثناء استدعاء هذه الوظيفة على أساس تكون عندك أسينكرونس. يب إذا نرجع على الفويد مالتي, أخذ نفس الإجراء أو نفس الكود وارجع على الجريد. أوكي وأقوم بإمرار هذا الكلام كجريد وكستيل, وخلينا نكمل في الدرس القادم.